أرخص عربيات مستعملة في مصر أو عربية بسعر موبايل. نتكلم النهاردة عن سعر محدش هيصدقه، سعر لا يتعدى 10,000 جنيه. يعني بجد أرخص عربيات في مصر، والكلام ده وسط الأزمة اللي بيمر بيها العالم واللي يمكن تطول لحد ما يكتشف علاج، ندعو الله أن يزيح الغمة. يمكن تكون الأيام اللي بنعيشها في وجود الوباء هي سبب مهم في إنك تشتري عربية حتى لو بسعر متواضع، علشان ترحم نفسك وأسرتك من زحمة المواصلات ومن احتمالية انتقال العدوى أعزكم الله. صحيح إنك بالسعر ده ممكن تجيب موتوسيكل ويؤدي نفس الغرض، لكن الموتوسيكل استخدامه فردي، يعني مش هتقدر تاخد معاك أسرتك. عموما أنا هعمل فيديو مخصوص قريب جدا عن أسعار الموتوسيكلات والسكوترات مستعمل وجديد وأرخص وأفضل الأنواع، لأن في أصدقاء كتير جدا كلموني في الموضوع ده، وناس كتيرة بتفكر تشتري سكوتر أو موتوسيكل يخلصوا بيه مشاورهم بدل زحمة المواصلات. طيب نرجع تاني لموضوعنا، وناس هتقول لي دي مش عربيات أو فيها مشاكل وأعطال كتير وكلام كتير جدا، وكل ده علشان سعرها قليل. أحب أقول لكم إنها بالفعل عربيات ماشية في الشارع المصري وبتقوم بدورها وبترحم أصحابها من بهدلة المواصلات، وطبعا بتقبل بنزين 80 ودي ميزة محترمة، وكمان اي ميكانيكي ممكن يشتغل فيها. المهم انك وانت بتشتريها تكون حالتها كويسة وتتعب شوية وانت بتشتري، والافضل انك تاخد معاك ميكانيكي او سمكري يكون معرفة، وبعد ما تكشف على كل العربيات المعروضة وتختار العربية اللي حالتها كويسة قبل ما تدفع مليم اكشف عليها تاني في محطة بنزين علشان تتأكد ان اساسياتها سليمة وتعرف كفاءة الموتور كام في المية، وإذا كانت رشة دواخل ولا عاملة حادثة، ولو فيها ملحوظة بسيطة تعملها على طول. واوعى تجيب عربية تعبانة علشان سعرها أرخص وتقول أنا هشدها من الصفر. ياما قابلك خبراء غرقوا في البحر ده وخسروا كل حاجة، في منهم اللي كسب مرة واثنين وثلاثة وجات عربية خسرته كل اللي كسبه. عشان كده قلت لك العربية اللي عليها العين لازم تكشف عليها في بنزينة قبل ما تشتريها. أما الميكانيكي اللي هيجي معاك وانت بتتفرج على العربيات فهو مجرد وظيفة فلتر يطلع لك عربية أو اتنين من كل اللي انت شفته. كل عربية هقول نوعها وحدود سعرها مميزاتها وعيوبها وبعض مواصفاتها علشان الفيديو ما يطولش مننا، وعشان الناس اللي دايما بتشكك في أسعار السيارات دايما زي ما تعودنا هثبت لكم أسعارها على أوليكس، مش عربية واحدة، لا واحدة واثنين وثلاثة. فياريت محدش يكتب لي في تعليقات مفيش الأسعار دي، لأن الأسعار دي موجودة وهي دي اللي الناس بيبيعوا ويشتروا بيها، وممكن تتفرج على فيديو إثباتات الأسعار علشان تتأكد أكتر. في نهاية الفيديو هقول لكم أفضل العربيات في الفئة السعرية دي اللي ممكن تعتمد عليها لأن مشاكلها قليلة وقطع غيارها متوفرة جديد واستيراد. نبدأ على بركة الله. أول نوع معانا الفيات 126 موديلات التسعينات، ودي سعرها حاليا ما يعديش 10,000 جنيه. هي عربية باب واحد موتورها ورا، مناسبة جدا للبنات وموديلها مش بعيد قوي، وحالة الموجود منها في السوق المصري بتكون كويسة بحكم انها عربية صغيرة واغلب اللي ركبها سيدات. العربية بتشم البنزين، استهلاكها قليل جدا، تبريدها الهواء مش ريدياتير مية، يعني زي الفولكس القديمة. العربية صغيرة بزيادة بس اعتمادية واعطالها قليلة، سرعتها بتوصل 120 كيلومتر في الساعة وفي ناس بتسافر بيها، بس لو هتجيبها هات الايطالي منها مش المصري، لان اهم نقطة هي الاسبيراتير بتاعها يكون كهرباء، وده متوفر في الايطالي فقط وهيفرق معاك كتير، لان الاسبيراتير العادي بيسخن العربية، ولو العربية دي بالذات سخنت هتكرهها وتكره نفسك. تاني نوع معانا السيات 133 موديل التمانينات، ودي سعرها ما يعديش 10,000 جنيه او حسب الحالة طبعا. دي عربية صغيرة حجمها اكبر من الفيات 126 شوية، وبرضو باب واحد وموتورها وراء، بس تركب 4 أشخاص مستريحين غير ال 26 خالص. ممكن تسافر بيها بسهولة وتطلع على الطريق السريع واعتمادية. أقصى قوة ليها 34 حصان عند 4800 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم دوران 55 نيوتن متر عند 3200 لفة في الدقيقة. طبعا الأرقام دي غريبة شوية، بس المهم إنها بتقوم بالواجب. أما بالنسبة لقطع غيارها فهي موجودة في محلات معينة، يعني هتلف عليها شوية
بس فيها كتير من ال 27 وممكن توفق بينهم. مشكلتها الأساسية واللي مخليها رخيصة هي السخونية، لأن موتورها ورا وتبريدها ريدياتير مية، والريدياتير مزنوق في ظهر الكنبة الخلفية، والهواء مش بيوصل كويس للريدياتير، عشان كده بتسخن في الصيف في المشاوير الطويلة. لو عاوز العربية وفيها مشكلة السخونية فتعديلها أسهل ما يكون. قدامك حل من اتنين، إما تغيير الموتور كله، يعني تحط موتور 127 ودي شغلانة كبيرة. الحل الثاني وده الحل الأرخص والأسهل والأفضل، إنك تعمل تعديل من الصاج يجيب الهواء من تحت العربية للرديتير، وتركب مروحة 6 ريشة قبل الرديتير تضخ الهواء، وواحدة تانية بعد الرديتير تشفط الهواء، وتجيب رديتير نحاس. وللأمانة كل اللي عمل التعديلات دي كسب عربية محترمة بسعر قليل. ثالث نوع معانا الفيات 125 موديل السبعينات والثمانينات، ودي سعرها في حدود 10,000 جنيه طبعا وحسب الحالة. صناعتها بولندية، العربية اعتمادية جدا وحمولة وصالونها واسع. مشاكلها في التقادم زي سخونية الموتور، ودي حلها سهل، ومشاكل العفشة والكورونا، مش كورونا فيروس لا، دي مجموعة تروس بتوصل حركة الموتور لمحاور العجلات الخلفية، ودي بتبقى في العربيات الدفع الخلفي، ان شاء الله هشرحها في حلقه مخصوصه. الكورونا سعرها مش غالي وممكن تشتريها وتخلص من وجع الدماغ، وفي ناس بيعالجوها وبيحطوا بدل الزيت شحم، وساعات بيحطوا قشر موز مع الشحم عشان يقللوا الصوت، ودي طبعا كلها مسكنات. بس المشكله الاكبر ان التعليق الامامي شغال بنظام البيض، ولما البيضه بتملص في روايه خبراء الفيت 125 بتبقى مشكله كبيره جدا، بتلاقي العربيه اتبركت في الارض وحلفت ما هي ماشيه ولا ينفع تتقطر، ولازم تتصلح في مكانها او تتنقل على ونش. المشكله الثالثه ان العربيه بتاكل بنزين تقريبا زي العربيه 132 ال 2000 سي سي، لدرجه انها بتعمل حوالي 125 كيلومتر في الصفيحه على الطريق السريع، وده لو موتورها مظبوط والتكيهات على الشعره، وكمان ال 125 خشنه وتقيلة ومتعبة في سواقتها. بالنسبة لقطع الغيار للأسف عن تجربة العربية ملهاش قطع غيار أصلية، وأغلب قطع الغيار يا إما مصري زي الريدياتير وكوع المية والفايبر، يا إما تركي أو صيني، وطبعا هتضطر توفق قطع غيارها مع عربيات أنواع تانية. النوع الرابع معنا هي العزيز الغالية سيارة المصري الأصيل 128، ودي سعرها في حدود 10,000 جنيه حسب الحالة، وممكن يوصل سعرها ل 15 و 20,000 جنيه في موديلات الثمانينات والتسعينات والحالات المحترمة. ال 28 في شبابها كانت نقطة تحول في تاريخ صناعة العربيات على مستوى العالم. شاسيه العربية معمول من علب بوزن خفيف، وزنها ما يعديش 800 كيلو جرام، وكانت أول عربية تجيب ال 160 كيلو متر في الساعة في فئة العربيات الصغيرة الرخيصة. عيب ال 28 إن حوضها بيفتح لدرجة إن ممكن تشوفها ماشية بالعرض أو تشوف وش السواق وقفاه في نفس اللحظة، والكلام ده لما بيحصل في العربيات النقل بيكون السبب مسمار كرسي النص، أما في 28 فبتحتاج زرجينة وضبط زوايا كتير، ولازم تكون العفشة الأمامية حالتها ممتازة علشان الشاسيه ما يتبهدلش. خامس نوع هي الفيات 127 موديل الثمانينات، ودي سعرها في حدود 10,000 جنيه وحسب الحالة وسنة الصنع. في أنواع نزلت منها زي الفيورا والسوبر فيورا أغلى. عموما كلامنا عن ال 27 بس اللي سعرها ما يعديش ال 10,000 جنيه اللي هي النصر 127. العربيه دي هاتشباك 4 باب بتشيل اسره صغيره بشنطهم، وفي منها 2 باب. العربيه موفره جدا في البنزين، عربيه اعتماديه وحموله اكتر من ال 28، وكل المشاكل اللي كانت في ال 28 اتعالجت في ال 27. اهم حاجه وانت بتشتريها تكون الكارترات سليمه وما فيهاش لحمات ولا برومه وعليها رقمها. العربية بتجري لحد 120 كيلومتر في الساعة، لكن العربية بتستحمل السفر والزحمة والمشاوير الصعبة والطرق المكسرة. المهم تكون ايدك فيها على طول وما تأجلش تصليح اي حاجة فيها. اعطالها قليلة جدا وهتقوم بالواجب، ومش هتحس انك راكب عربية مستعملة ولا هتزور الميكانيكي خالص، بس عاملها بهدوء واحترم سنها وما تبخلش عليها في حاجة، وعمرها ما هتخزلك أبدا، وده عن تجربة شخصية على مدى 5 سنوات. العربية دي بتتميز إن أي حد ممكن يشتغل فيها، أنت شخصيا ممكن تفك الموتور وتركبه، وقطع غيارها متوفرة عند أي سوبر ماركت. النوع السادس معانا هي الفيات 127 توب الإيطالي موديل السبعينات، ودي سعرها في حدود 10,000 جنيه. موجود منها في مصر 2 باب و4 باب، وقطع غيارها رخيصة ومتوفرة. عربية اعتمادية وشبابية وبيبان فيها الشد،
بس ممكن تكون مشكلتها في السخونية وحلها تغيير رادياتير الصاج لرادياتير نحاس 3 ماسورة، ويبقى قابلني لو رحت الميكانيكي تاني. الطب عربية موفرة في استهلاك البنزين بطريقة غريبة، العربية دي أفضل من 127 وال 128 وأثبتت كفاءة من يوم ما نزلت مصر لحد وقتنا هذا. أهم حاجة وانت بتشتريها اطمن على البرومة والحوادث والموتور، وبعد كده كله سهل. سابعا الزلطة الألمانية المحترمة الفولكس بيتل، ودي سعرها من 9000 ل 15000 جنيه حسب الحالة، وفي منها ألماني وفي منها برازيلي. الفرق بينهم ان البرازيلي احدث واوسع، فوانيسها الخلفية كبيرة وفيها تابلو فايبر. بتعتبر الفولكس بيتل اول عربيات الصانع الألماني، وهي عربية اعتمادية، موتورها قوي ثابت على الطريق، شاسيها قوي وصاجها اقوى، عريضة وعالية عن الارض، يعني عربية ما تعرفش تتقلب. موتورها خلفي وتبريدها هواء، يعني مش بتسخن، سواقتها ناعمة وبتجري على الاسفلت وفي الرملة والطرق المكسرة، بيبان فيها الشد. عربية رغم سنها الكبير بس ليها كاريزما، ولحد دلوقتي لو ماشية في الشارع بتشد انتباه اي حد، وخصوصا لو صاحبها مهتم بيها. دركسيونها ناعم جدا كأنه باور، واستهلاك البنزين معقول، بس مشكلتها ان صالونها ضيق شوية، يعني اخرك في الكنبة اللي ورا اتنين بالغين. اعطالها قليلة جدا سواء ميكانيكا او عفشة، والميكانيكية اللي بيشتغلوا فيها معدودين، ومفيش من العربية دي اي مشاكل. في عربيات كتير ما جبتش سيرتها مع ان سعرها في حدود 10000 وموجودة وماشية في الشارع المصري، لان مشاكلها كتير وقطع غيارها نادرة، ومنها اللي قطع غيارها ما بقتش موجودة اصلا، وخصوصا اجزاء الصاج والعفشة والاكسسوار. وفي عربيات تانية كتير سعرها زاد من شهر مارس اللي فات، لان ناس كتير جدا بدأوا يشتروا العربيات المستعملة علشان الازمة اللي بنمر بيها حاليا، وحاجة الناس العربية علشان التباعد الاجتماعي بدل المواصلات والزحمة. العربيات اللي ما قلتهاش في الفيديو زي البولونيز 132، فيات 124، زيستافا 128، الفيات 1300 وال 1100، واللادا اوكا والرينو 3 و5 و9 والداتشيا والاوبل والبي ام دبليو موديل السبعينات. طيب ايه العربيه اللي ممكن تجيبها وتعتمد عليها واعطالها قليله وقطع غيارها متوفره ورخيصه واقتصاديه في استهلاك البنزين؟ ايه العربيه الاعتماديه اللي تستحمل الطرق المصريه والحر وتنفع لشاب بادئ حياته عاوز يروح جامعته او شغله، مش يقضي وقته مع ميكانيكي او بيدور على قطعة غيار؟ المركز الاول هي الفولكس بيتل، بس بشرط لو حالتها كويسة، اما لو فيها مشاكل يبقى بلاش من احسن. المركز الثاني هي الفيات 127 توب بس الايطالي منها. المركز الثالث الفيات 127 نصر او الفيورا او السوبر فيورا حسب امكانياتك. المركز الرابع تيجي ال 128 بس تكشف عليها كويس علشان فيها لعب ونصب كتير. في المركز الخامس الفيات 126 لو اللي هيسوق بنت رايحة الجامعة، يعني على قد المشاوير الصغيرة والاستعمال الحريمي، وهتنفع العربية دي بالذات علشان موديل قريب وأعطال قليلة. بس أهم حاجة تبعد عن العربيات اللي ما جبتش سيرتها في الفيديو علشان أعطالها كتيرة، واللي موجود منها في السوق حاليا حالتها تعبانة ومحتاجة حد يفهم ميكانيكا ويشقى عليها، وكتر خير العربيات دي انها عايشه لحد دلوقتي. مشاكل العربيات دي ان في منهم اللي قطع غيارها نادره، ومنها ملهاش قطع غيار اصلا ومشاكلها كتيره ومصاريفها اكتر فتحت بقها. عموما الانواع اللي قلت تبعد عنها شغاله، وفي ناس بتعرف تتعامل معاها، بس نصيحه بلاش. في نهايه الفيديو اتمنى اكون قدمت معلومه مفيده. اشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.